من أجل صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة، انطلاقا من رؤية الإمارات 2021 وتحقيقا لرؤية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، صممت الوزارة ممثلة بمركز التدريب والتطوير استراتيجيتها لإدارة المعرفة، إذ تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وبناء ذاكرة مؤسسية مستدامة تضمن نظام رعاية صحية عالمي. وتركز الاستراتيجية على 3 محاور: الاستثمار في الكفاءات البشرية من خلال تدريب الأفراد وتطوير مهاراتهم، الحوكمة المعرفية من قوانين ونظم وقرارات تضمن تحقيق الجودة والتميز في الأداء، تعزيز البنية التحتية المعرفية بأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات. ومن المبادرات الاستراتيجية تأسيس عدد من مجموعات الممارسات المهنية والنوادي العلمية، حيث يتم تبادل الخبرات وتطوير المعارف معا لوضع دولة الإمارات في قلب اقتصاد المعرفة العالمي.